السلام عليكم، انا الاستاذه مسوس مالكه، محاميه بهيئه اكادير. كان لي الشرف باش نازر السيده ربيعه غليواشن في المسطره ديال الطلاق ضد الزوج ديالها. هذا الملف تفتح في 22/10/2019، وكانت اخر جلسه فيه تنطق فيها الحكم هو 28/1/2020. في خلال هذه المده كانت في صراع دائم مع هذاك الزوج ديالها بجميع الضغوطات، ماشي هي رفضت تسلم ليه البنت او ما بغاتش تعطي ليه البنت، لان هذا السيد خدا البنت 20 يوم ومنعها عليها بشكل نهائي. وحنا كنعرفوا بان ملي كتكون مسطره ديال الطلاق ساريه، الطفل بحال كان عند امه بحال عند باه، المحكمه ما كتحسنش فيه حتى تيكون طلق. هي فضلات من هذا المنطلق بان البنت تبقى عندها حتى تحس من المحكمه في الزياره في الاوقات ديالها وفي الظروف ديالها والمسائل ديالها، ديك الساعه غادي تسلم ليه البنت. هو اونطخطون في هذا الوقت هو رفض هذه الحاله، قال لك انا بغيت نشوف البنت ديالي، حاول ودار شكايات متعدده وتيهددها في التليفون، ورانا غنخطف البنت، رانا غنسرق البنت، هذا الشيء اللي خلاها هي تشد اكثر ما تسلمهاش ليه. وهذاك الشيء من حقها، لان مادام المسطره سارية قدام المحكمة هي من حقها تحفظ البنت ديالها، حتى المحكمة كتبت في كل شيء دوك النقاط الخلاف اللي كاين بين الزوج والزوجة. هو في هذاك الوقت قبل ما يتصدر الطلاق عاود دار شكاية تقدم بها السيد وكيل الملك هنا في أكادير، اللي كتعلق بنفس الشيء اللي هي الزيارة، تقدم بها نهار 3/1/2020، ومشات الإنزكا للإختصاص لان السيده ربيعه كانت مستقره في انزكان. 17/1 تعطات فيها التعليمات ودار فيها محضر اللي كيستمعوا فيه اللي هو اللي كيقول دوك التصريحات ديالو، بانها رفضت تعطيه البنت، بان منعت عليه البنت، بانه على كل حال. يوم الجريمه شنو وقع؟ يوم الجريمه جات هاد الضابطه القضائيه وقالت لها ضروري خصك تسلمي البنت لباها. هي قالت لهم اودي انايا راه كاين حكم خصو يتنفذ، وهذا هو القانون، كاين حكم قضائي، هاد السيد غادي يمشي يبلغ وينفذ وياخذ بنته وفقاً للقانون. مادام كاين حكم نهائي وحكم نهائي ديال الطلاق، لانه هو تيكون ابتدائي ولا تيكون انتهائي في الطلاق، وهي خصو يمشي يدير التبليغ وينفذ وياخذ البنت ديالو قانونا بعون قضائي وبالمسائل. غض النظر على هذا الشيء كله، النيابه العامه دارت خدمتها، جاو ليها الشرطه القضائيه قال لها خصك تسلمي البنت لباها للزياره، وهذا الشيء عندنا رقم النيابه العامه، وعندنا كاع المسائل ديالنا مضبوطه. فاش تعطاتها هو تعليمات النيابه العامه عدد 858/3201 على 2020 بتاريخ 20/1/2020، وها رقم المحضر 1335 على دال 3 زعما الدائره 3. جاو خداو البنت، مشات، ملي مشات ما طلعتش رجعات. هو هذا السيد حسب التجربه ديالنا في هذا الميدان، هذا السيد خدا هذه البنت اساسا وعنده واحد لا بريميديتاسيون، واحد زعما عنده واحد سبق الاصرار الترصد، لانه مترصد بهذه البنت المده ديال هذا من شهر 10 ملي خرجت السيده من الدار، من بعد ما نهرها وضربها وتكرفس عليها مشات فحالها لعند الوالده ديالها. من هذاك التاريخ هو مترصد بهذيك البنت، وتيقولها ليها، تيقول ليها هذيك البنت راه غنخطفها، راه غادي ندير، راه غادي نخطف ديك البنت. هي بقات في راسها بانه راه غادي يدي ديك البنت ويبعدها عليها، ولكن باش تكون الفكره بان الاب يقتل بنته، هذيك نهائيا ما عمرها طرحات. اذا ملي خدا البنت نفذ داك الشيء اللي كان في راسو واللي كان من شهر 10 هو تيخطط ليه، شديتي البنت من هنا ديتيها قتلتيها من هنا. هذا انتقام فظيع، انتقام اللي ما يمكنش كاع اي انسان يتخيله، بان واحد يقتل بنته، هذا الشيء راه خارج الانسانيه، خارج الانسانيه. ما القانون ما كنهضروش عليه الانسانيه، عندك بنتك ولا عندك ولدك وتوصل بك الجرأة ديال الانتقام، لان باش تقول لي انت لا راه مريضه ولا كذا ولا كذا كيف ما تيدعي، ولا ما يمكنش هذا الشيء. هذا راه مشى، هو الاساس ديالو ينتقم من السيده، هذا هو الاساس ديال هذا الملف كله من الاول للاخر، لان حطها بين عينيه، قال لك ما يمكنش، لان هذه السيده عانت معاه، كانوا في طنجه ومده كبيره، هو ما خدامش، والسيده عايشه في محل ما مخلص فيه الكرامه، مخلص فيه الضوء، مخلص فيه الماء، كطلب غير الجيران ما تاكل، تعيط ودخلات، قالت لي يلاه ندخلوا هنا نفس الشيء، بقى تينعس ما بغاش يخدم.
رفض يخدم. هي قالت لها ودي يا اما تخدم وتحمل المسؤوليه ديالك يا اما نخدم انا. هو ما بغى يخدم ما بغى يخليها تخدم ما فهمتش. هاد السيده اضطرت في نهايه المطاف باش تخرج من الدار وتطلب الطلاق باش تخدم على راسها وتخدم على بنتها. انا على حسب اللي شاف اللي شفته وعاودوا لي راه هادشي هو اكزاكتوم هادشي اللي كان وقع بالضبط. هادشي اللي وقع هذاك الانتقام ديالو راه نفذو لان هاد المده كلها هو تيهدد تيهدد. حنا كنا مشينا قلنا اسات راه غادي يخطف البنت ولا شي حاجه ولكن باش تمشي بان يقتل بنته ما غادي تحد ما يتخيلها ولا تطيح ليه في باله. لان باش يقول لك لا راه حاله نفسيه ولا هذا كذا راه النسبه ديال الطلاق في المغرب راه كثيره. واي واحد طلق من المراه ولا المراه طلقته ولا هو طلقها يمشي يقتلها ولا تقتلو ولا يقتل الدراري راه نسبه الطلاق راه نتوما عارفين وعلى عين بهذا الشيء بان نسبه الطلاق في المغرب راه كثيره. وفي سوستا نفس الشيء بحال بحال كاين ارقام كثيره وكاين هذا الشيء راه ما يحتاجش نقوله لان راه باين. المشكل هي بعيده هي في الطراس وهو راه في تيكيوين. انا كاع مثلا بغيت ندير شي انترفونسيون ولا بغيت ندير شي حاجه كي غادي دير لان حتى بنادم اصلا هي قالت لك ما توصلت بهذوك الفيديوهات زعما ان لي زابا روسي حتى فات الوقت حتى كانت في السبيطار في المستشفى ورجعات عاد ديك الساعات هي خدات عاد لقات دوك الفيديوهات ديال الجريمه. هادشي اللي كاين. ولكن هاد السيده انايا على حسب التجربه ديالي هاد السيده كانت عنده لا بريميديتاسيون عنده سبق الاصرار والترصد بغا يقتل هذيك البنت لان زعما انا غادي ننتقم منك. هذا راه مساله انتقام. هو انتقم من ما ولا انتقم من راسو ودار جريمه لا اخلاقيه لا انسانيه اللي ما يمكنش يتصورها اي واحد. هذا راه عنده لا بريميديتاسيون عنده سبق الاصرار والترصد لانك باش تجيب البنت وتجيبها بالقوه وتجيبها بالعنف وتجيبها بالبوليس ودير جميع الاجراءات اللي كاينه واللي ما كايناش باش تاخذ هذيك البنت وتاخذها ميم با واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع وتقتلها. سافوجير بان هذا الشيء انت كنتي كتخطط ليه مده حتى وصلتي ليه لان دوك الشكايات ودوك سميتهم هما المساطير وكلشي داك الشيء اللي دار باش ياخذ ديك البنت يشدها اون فوا خداها ياخذها من هنا راه قتلها من هنا راه باينه. هذا راه سبق الاصرار مع الترصد وخطط الجريمه ديالو كما ينبغي وخدا البنت وقتلها. هل هناك اطراف يعني السعاده ما يمكنش يكون اطراف شكون غيكون هذا راه يربح وحده خدام مع راسو. ولكن هذوك الناس لونطوراج اللي معاه في الدار لهيه راه هما اللي مساعدينو لان بنادم اللي كيجي تيتحامل على العائله ديال كلها باها الاب ديالها باش يتحامل على المراه ديالو ويتحامل على ولادو ويتحامل على الناس كاملين راه ما يمكنش الا الا كان عندك واحد الغرض. هذاك الغرض راه بان ومازال كتدافع على الباطل كانت كاب وعندك اولاد وعندك عائله كتدافع على الباطل. اشنو هو هذا الباطل؟ هو داك الدري قتل هذاك السيد قتل هذيك البنت وانت مازال كتدافع عليه باي حق؟ باي حق؟ راه مشكل كبير. انت في موقف لا اخلاقي وزاد كدعمو بالباطل بالظلمو بالباطل. لا راه دارو مسؤول تحد ما مسؤول على هذه الجريمه الا هذاك اللي ارتكبها. هو اللي ارتكب ديك الجريمه هو اللي مسؤول عليها. باش تقول لا راه حيت طلق مع مراته راه كذا وتتحاول تلقى ليه مبرر. هذه الجريمه راه ما عندها مبرر. هذه الجريمه راه ما عندها مبرر وما عندك عليها سند. سي امبوسيبل ما يمكنش. يعني ما يمكنش هذا الشيء اللي تيقولوا هاد الناس وهاد الطرهات اللي كنسمعوا والهضره كثيره وكذا وكذا لا بروباغوند فين غاديه؟ لا راه هي اللي مسؤوله دفعاته باش ما يمكنش. الجريمه ما كيدفعك عليها حتى واحد. حتى واحد ما كيجمع لان المشاكل بين الزوج والزوجه راه كاينين. الطلاق سيدي راه كاين ومساله رجعت دابا في هاد العصر ديالنا حنا الطلاق راه عادي مساله عاديه. راه ما غاديش تجي انت مثلا تقول لي هذا حيت طلق مراته ولا المراه طلقاته راه غيقتلها ولا تقتلو راه ما يمكنش. ما تعطينيش مبرر انا بالطلاق. واه هو نورمالمون بحال هادو راه تيديروا فيه اشد العقوبات لان تيتعلق اولا بالاصول. نعم. يتعلق بالاصول وفيها ظروف تشديد لان هذا السيد كيف ما شرحت ما سبق الاصرار والترصد. انا مترصد بهذه البنت تقتلها راه ماشي هادشي راه حنا راه عندنا بالوثائق وبالدلائل بانها مترصد لهذه البنت تيقتلها. العقوبه ستصل الى حد الاعدام. هو راه تيقول الاعدام ولكن ما كيتنفذش المغرب راه تيقول الاعدام ولكن غيبقى في بقى المواثيق الدوليه والمعاهدات وداك الشيء راه هو في باقي في سميتو. شكرا. وهذا الشيء اللي كاين حنا عندنا الوثائق اللي كتثبت هذا الشيء وهذاك الاب ديالها هي راه هو غادي وتيتمادى في هاد التصرفات لا اخلاقيه ديالو ودعي المراه ودعي راه حتى الزوجه ديالو اللي هي الام ديال الضحيه راه هي دايره به هي دعوه ديال الطلاق. فهما لان هاد السيده راه جرى عليها من الدار هذه المده ديال شحال المده تقريبا 5 سنين
2012 هما فارقين وحتى هي دارت الدعوه ديال الطلاق. حتى راه كاين نهار 17/3 غادي تبت فيها المحكمه. وهادشي اللي كاين، كاين نزاعات وصراعات عائليه. هاد السيد صيد في الماء العاكر باش ينتقم من هاد السيده، ودار لا بريميديتاسيون ديالو. راه الامور راه واضحه، لان باش بنادم يبدا يقول شي حاجه اللي ما كايناش ودخام، لا هذا اللي مسؤول لا هذا اللي دفعو. حنا من الناحيه القانونيه راه حتى حد ما كيدفع الاخر. انت عاقل بعقلك، ما هبيلش، متوازن، كنتي عايش حياتك نورمال. ما غاديش تجي اليوم بين عشيه وضحاها تقول انا راه انا دفعوني الناس، او لا انا راه مريض. اسيدي انت راه ما عندك شواهد طبيه قديمه، انا ما كنتيش كتعالج اصلا، كنتي عادي وباقي عادي. اذا تحمل مسؤوليتك.